من الأمور اللي تزعج الصائم هو حموضة المعدة، يعني احنا صايمين بالنهار كله، بعض الأشخاص للأسف على وجبة الإفطار تتناول أكل بدون ما تقسمه، يعني تقسيم للأكل هناك، حتى من صاب بحموضة المعدة اللي ترافق بعض الصائمين، وخاصة هذه الحموضة أيضا تصيب الأشخاص عند وقت السحور. خلينا نتعرف على كيفية التخلص من حموضة المعدة في شهر رمضان المبارك مع دقائق صحية والصيدلاني أحمد عاصي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم في هذا الشهر المبارك. سوف نتابع سويا بعض النصائح الطبية التي تتعلق بموضوع شائع جدا في شهر رمضان المبارك ويبتلى به الكثير من الصائمين، وهو موضوع الحموضة والارتجاع والتقرحات المعدية. فببعض الخطوات البسيطة يمكن للمريض أن يتجنب الإصابة بالحموضة أو الارتجاع. هذه الخطوات تشمل أولاً عدم النوم مباشرة بعد تناول الإفطار، أو عدم النوم مباشرة بعد تناول السحور، لأن ذلك يحفز الارتجاع بشكل كبير. أيضاً من المهم جداً تخفيف التدخين وتوابعه، لأن هذا أيضاً يؤدي إلى زيادة الارتجاع. موضوع تناول البهارات والحر وكل البهارات والتوابل الحادة بشكل عام تؤدي إلى زيادة إفراز الأسيد، وبالتالي زيادة الحموضة والارتجاع، مما قد يسبب آلام للمريض فيجدر به تجنبها. أيضا تناول النشويات والسكريات والكربوهيدرات، كل ذلك يؤدي إلى تحفيز أيضا إلى تحفيز إنتاج الأسيد في مضخة المعدة، وبالتالي تسبب الارتجاع وتسبب آلام مؤذية للمريض. بتجنب هذه العوامل السلبية يمكن للمريض أن يتجنب الحموضة، وبالتالي إن ذلك سيساعده في تأدية الصيام بشكل جيد. بالنسبة لمريض القرحة والذي هو يعاني من جرح في المعدة ويتناول دواء علاجي لهذا المرض، عادة ما يتم تناول حبة الدواء في غير شهر رمضان على معدة فارغة صباحا، وأحيانا بسبب شدة الحالة قد يأمر الطبيب بتناول جرعة ثانية قبل النوم أو قبل تناول العشاء. خلال شهر رمضان المبارك يمكن حل هذه المشكلة بكل بساطة بتناول حبة الدواء قبل السحور. إذا كان المريض يتناول جرعتين من الدواء لعلاج القرحة، يتناول حبة دواء على معدة فارغة صباحا وقبل العشاء مساء أو قبل النوم في غير شهر رمضان، يمكنه في شهر رمضان أن يتناول حبة الدواء قبل السحور أو قبل الإفطار، أو قبل الإفطار وقبل السحور في حال أنه يتناول جرعتين بسبب شدة الحالة المرضية بالنسبة لحالة القرحة المعدية. بعض المرضى يعانون من حموضة خفيفة جدا ويعانون من ارتجاع خفيف أثناء الصيام، لكنهم لا يتسحرون ويهملون هذا الموضوع. عادة الأسيد في المعدة هو السبب في تسبب بالألم بسبب أنه يؤذي جدار المعدة. إن تناول السحور هو مهم جدا من أجل الوقاية من هذه المشكلة، حيث أن الطعام غير السكريات وغير الأطعمة التي تحتوي على البهارات الحادة يمكن أن تسعف المريض وتساعده في التخفيف من حدة الحموضة، حيث أن الطعام يمكن أن يحمي جدار المعدة من آثار الأسيد المفرز والتخفيف من الأوجاع في هذه الحالة، بشرط أن يكون الطعام صحي خلال وجبة السحور. هناك أيضاً عامل سلبي يؤثر على زيادة إفراز الحموضة في المعدة، وهو عامل التوتر والقلق، حيث أن الأفراد الذين يتعرضون خلال النهار أثناء الصيام لمواقف
تؤدي إلى التوتر، تؤدي إلى القلق، تؤدي إلى الشد العصبي. هذه الأمور تؤدي إلى زيادة إفراز الحموضة وبالتالي تسبب الارتجاع، لذلك قدر الإمكان ينصح بالتخفيف من هذه العوامل السلبية. ختاماً نسأل الله العافية والصحة لجميع المرضى الصائمين، وتقبل الله أعمالكم جميعاً، ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.